احنا دلوقتي في مصنع شركة ابدأ لتصنيع قطاعات ومواسير اليو بي في سي، وده مصنع بالمشاركة ما بين شركة نماء والمبادرة الرئاسية ابدأ لتطوير الصناعة. قطاعات اليو بي في سي بديل للألوميتال، ومن هنا بدأت فكرة ان انا ممكن اعمل شركة تنتج قطاعات اليو بي في سي والمواسير بالمشاركة مع المبادرة الرئاسية. وطبعا انا فضلت ان اعمل مشاركه معاهم لان ابدا بتذلل مشاكل كتيره وبتحل لي مشاكل كتيره، وممكن تساعدني ان انا اشتغل واورد المشروعات القوميه اللي موجوده في مصر، زي مشروع الاسكان، زي حياه كريمه. ومن خلال ان احنا نقدر نوطن الصناعه دي في مصر. احنا النهارده في مصنع ابدا لتصنيع قطاعات اليو بي في سي. طبعا نظرا لاهميه قطاعات اليو بي في سي سواء من المواسير او قطاعات اليو بي في سي اللي بتستخدم بديل الالومنيوم في السوق المصري ونقصها، احنا كان في توجه من ابدا انها تدخل في القطاع الاستراتيجي دوت. وبالفعل احنا النهارده على ارض مدينه السادات قدرنا ان احنا نفتح المرحله الاولى من مصنع ابدا لتصنيع قطاعات اليو بي في سي. ورا مني زي ما انتم شايفين دي خطوط انتاج تصنيع مواسير البي في سي، وبالفعل احنا الحمد لله تم النجاح في انتاج اول تشغيل تجريبي، والنهارده احنا نقدر نقول المصنع كامل في المرحله الاولى ان هو يصنع مواسير البي في سي بكامل طاقته. بدأنا هنا مع الفنيين والعمال، بدأنا ندي دورات تدريبية للفنيين، دورات علمية كمان وإدارية أكتر. العمال بدأنا ندي دورات فنية ليهم، ومنهم الناس اللي أصبحت بكفاءة عالية بقت مساعدين فنيين، وإن شاء الله برضو في القريب إن شاء الله هيبقوا فنيين هيقدروا يكونوا يعني مسؤولين عن بعض المكن اللي جاي إن شاء الله في خلال الفترة اللي جاية قريبة، وإن احنا هنزود الطاقة الإنتاجية كمان معانا، وهيكون على قد المسؤوليه ان شاء الله. انا واحد من مجموعه عمال توفر لهم شغل في شركه ابدا للبي في سي، ومبسوط جدا ان انا شغال في الفريق الكبير دوت، وفرحان جدا ان انا شغال في شركه مصريه تنتج منتج مصري ويكتب عليه صنع في مصر.